صباح الخير البنات، صباح الرباح، صباح التيسير. كي صبحتو؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير؟ اليوم الجد والعمل. نضت فيا الحيويه والنشاط، قلت ضروري اليوم خاصني نصبغ شعري. واخا ما كنتش باغا نصبغه صراحه، شريت كل شيء وفي لا ديرنيير مينوت قلت لهشام ما غاديش نصبغ. ملي كان غادي يصبح الخدمه تيقول لي نوضي عيقتي والله العظيم الا هو اللي زعمني. اما انا راه ما عنديش، ما كتبقاتش عندي كاع الرغبه، ما قلت صافي بلاش، هو اللي زعمني قال لي شريتي داكشي وغتخليه محطوط نوضي. ايوا صافي، غير خرج هو للخدمه، فطرت، الدراري راه مازالين ناعسين، قلت صافي نوض نعل الشيطان ونوض نقاد شويه الحاله. ايوا صافي، هذه الصباغه اللي خديتها البنات. دونك هنا درت داك الماء ديال ديكاباج وغندير معاه لوتوب صافي، ونخلط كل شيء ونجلخو هذا الشعر هذا. الله اعلم كي غادي يطلع اللون. انا صراحه راه ما عنديش مع الصباغه زعما بوحدي، كنصبغ في الدار ولا راه غنديرها على الله وصافي كيف ما صدقات. دوك لي بارتي اللي بقاو عندي فيهم اللون، بهات فيهم اللون، هما اللي غادي نعاود وصافي، هادشي ما كان غنعاود فوق منهم. شي وحده نقاله، هادشي اللي كاين صافي. دابا انا غادي نخلط هادشي كامل وندخل نضربها بواحد نصبر، بيان سور غنصبر واحد نص ساعه وندخل نضربها بواحد العومه فعلا تاركه، ونرجع معكم تشوفوا النتيجه كيفاش غتولي وقولوا لي كي جاكم اللون. شوفوا اللوين كي ولا تحمق، تا واحد اللون غزال، عطيو حتى ريحتها فنه. ايوا نديروا اللي قات، حيت هاد الالوان هادو ما نعاودش ليكم، تطليصه والله حتى تطليصه، عرفتي لا حوايجك لا لحمك لا كلشي تيطلص بهاد الالوان ديال الحمار ولا الموف ولا الله يسر وصافي، كلك تتولي حمراء. المهم ضروري من اللي قات، لان هاد الشيء راه تيبقى مبقع بحال هكاك في اليدين وفي الحوايج وفي كل شيء. وهنا هنا من بعد ما خديت لا دوش ديالي، ما عرفتش غتبان لكم دابا لا كولور ولا لا، هانتوما شوفوا كاين لا كولور، خاص حتى ندير ليه البروشينغ عاد يبان. شفتوا لا كولور اللي اختاريتها البنات؟ غدا الفيولي، بحال الغوج فيولي، درتها غير فهاد لي بارتي هكايا، تعطيني هكا دي غوفلي زوينين، ورا بانت لي خرجات، خليتها غير نص ساعة. المهم جات زويونة. دابا غنمشي نوجد غداتي، إيناس راه فاقت هي دخلت تدوش، حيت في العشية بغيت ندي إيناس عند الكوافور باغا تصبغ شعرها. هي غتصبغو عند الكوافور، طلبتني أنني أنا نصبغو ليها، قلت ليها لا أختي ما فياش، وشعرها قوي تبارك الله وخصني نبقى خدامة فيه، ما قاداش، قلت لها عندي قاعد الكوافوره تصبغوا لك او ميم طون هي تصبغ وانا ندير بروشينغ وصافي. دابا غنوض نوجد الغدا نتغداو ونمشيو عند الكوافوره، وها نتوما معايا بوغ الغديوه ديالنا اليوم. غادي ندير الحيمه بالبرقوق وهذا المشمش، وغنقلي شويه ديال اللوز باش هكا ندردرو من الفوق. دابا غادي نهد الكوافورة إيناس، هاو اسمعي لاصق فينا، شتي معاكم؟ شوفو كنتي خنزر فيا، شوفو كنتي خنزر فيا، يا تنوصلو ونتلاقاو. يلا دخلنا للدار، دابا تقريبا نقولوا 6 ديال العشيه. ايوا قلنا نديرو عشاء وغوتي او ميم طون،
درت هنا واحد لاصوص طوماط طيب، حكيت جوج مطيشات معاهم شويه ديال المطيشه ديال الكونسيرف وزيت العود وتويمه ومليحه والبزار تحميره كمون، وخليتهم يغلاو شويه مع شويه ديال القزبر ومعدنوس. وعندي هاد لو بان هذا غادي يبقى في الثلاجه، نتوما عارفين مع انا مسافره دونك غادي يخسر الا بقى في الثلاجه، واللهما نديروه على شكل بيتزات، نديروه بحال دي ميني بيتزا نعمروهم ويجي زويونين حسن ما يضيع. صافي من بعد ما درت لاصوص طوماط ودرت كفيته، دابا غادي نزوقهم هكا بفليفله، اللي عنده بصيله يقدر يديرها اي حاجه تبغوا تزوقوا، الزيتون اي حاجه ديروها. انا درت هنا غير فليفله قسمتها عليهم كامله وصافي. دابا غنبدا ندير فرماج، هنا الفران راه مشعول والفريت حتى هي دايره حتى تتقلى تجي زوينه البنات. البيتزا مع الفريت جربوها، راه الا رافقتوا البيتزا بالفريت والله حتى تعطي واحد المذاق زوين، وحتى في لاسيت تجي عطيه المنظر حسن ما تحطوها كاك بيتزات بوحدهم. ايوا هادشي ما كان البنات، كان هذا هو الفلوق ديالنا ديال اليوم، تنتمنى انه يكون عجبكم، وكيف العاده اللي مازال ما شاركاتش معايا في القناه مرحبا بيها، كثروا البنات من البارطاج من اللايكات باش هكا القناه تكبر. نقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فلوقات حدا اخرى. السلام عليكم.